يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم. سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، هيقسموا على دفعتين. الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.